والتي ذهبت ضحية منطقة شتوكايت بها بصفة عامة كما كتشوفوا معنا. بطبيعة الحال إعادة تمثيل هذه الجريمة كما تتابعون معنا من خلال هذا الدراري اللي في الصح اجي من هنا غسر عليك. يلا باش خلي فيا ديال الباش شويه الله يعليك والله يعليك العذاب. رجع السكين بلاصتها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.